بعد 24 ساعة من الآن بيان تحذيري عاجل لا تفعلوا هذا الأمر، وأول رد فعل لمصر على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا الآن لحماية المصريين الموجودين في أوكرانيا، وبيان عاجل من الجيش المصري لجميع المواطنين انشر التفاصيل. وللأسف بالتفاصيل البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات في أول نصف ساعة، وعاجل 15% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون ننشر التفاصيل، وعاجل الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في صاحبة السعادة ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان عاجل من الجيش المصري لجميع المواطنين. وأعلن الجيش المصري تمكن عناصر حرس الحدود من إحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس. أعلنت عناصر التفتيش والكشف عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل التي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FM و3 رشاشات، بالإضافة إلى نظارتين ميدان و2 تلسكوب قناصة. كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 وحدة متنوعة، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وتحيا مصر على هذا الإنجاز العظيم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبعد 24 ساعة من الآن بيان تحذيري عاجل لا تفعلوا هذا الأمر، ووجهت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرات شديدة للمواطنين خلال الساعات القليلة، مفادها الاستعداد لتعرض كافة أنحاء مصر لمنخفض جوي شديد. أوضحت الهيئة أن المنخفض سيعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. هيئة الأرصاد الجوية قالت أن اليوم سيشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الآن حتى الجمعة 25 فبراير غدا ستشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ويجب على المواطنين أنهم يعني ما يخرجوش إذا كان في يعني رياح محملة الأتربة بشكل كبير جدا أو عواصف ترابية، فساعتها يعني يبقى من الأفضل أن احنا ما نخرجش من المنزل للحفاظ على صحتنا. المصدر معانا كان من اليوم السابع والوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والسفارة المصرية في أوكرانيا بتحذر المواطنين من الخروج إلى الشوارع، ووجهت السفارة المصرية في أوكرانيا تحذيرا عاجلا للجالية المصرية بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية لحين استقرار الأوضاع. وجاء في بيان السفارة المصرية الذي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها وتتشرف بالإفادة بأن في ضوء تطور الأزمة بأوكرانيا وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي وكذلك رحلات القطارات، يرجى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأي تعليمات إضافية من خلال هذا الموقع. المصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني إحنا في الوقت الحالي بنشهد التوترات
في أوكرانيا، دخول روسيا لأوكرانيا، فالسفارة المصرية في أوكرانيا بتحذر المواطنين، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف بالتفاصيل البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات من أول نص ساعة. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقد رأس المال السوقي بنحو 20 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي نحو 693 مليار جنيه مقابل مستوى 713 مليار جنيه بتراجع 20.6 من 10 مليار جنيه. وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 3.3% عند 10927.11 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 4.9% عند 1870.65 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 4.14% عند 2813.5% نقطة. يأتي ذلك على خلفية تراجع أسواق الأسهم العالمية بعدما أعلن الرئيس بوتين عملية عسكرية في منطقة دوناباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة كييف لضربات روسية. المصدر معانا كان من صحيفة الأهرام، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر في منتهى الأهمية وعاجل، 15% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون. يترقب موظفو الدولة والعاملين بالجهاز الإداري لها وكذا أصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام زيادة في الأجور والمعاشات. نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في المادة 35 منه على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء. تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. وزي ما حضراتكم عارفين وذكرنا أن يزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل سنة. المستحقون للمعاش مين هم؟ عاوزين نعرف مين المستحقين للمعاش من الدولة أو من التأمينات. الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى. الابنة بشرط ألا تكون متزوجة. الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 سنة إلا لو كان عاجزا أو طالب علم. الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة مؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية. رفع سن المعاش كما وضع قانون، تعالوا نعرف تفاصيل رفع سن المعاش. كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعاجزة العجز المالي في نظام المعاشات كالتالي: رفع سن المعاش ل 61 سنة في يوليو 2032، ثم رفع سن المعاش ل 62 سنة في يوليو 34، ومرة أخرى يوصل سن المعاش ل 63 سنة في يوليو 36، ده 2036، ويتم رفع سن المعاش ل 64 سنة في يوليو 38، وأخيرا يرفع ل 65 عاما في يوليو 2040. في 5 فئات بيسرى عليهم نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات، ومنح قانون نظام المكافآت لفئات معينة من المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 36 من القانون، وذلك بخضوع المؤمن عليهم لأحكام القانون والتي تم ذكرها في المادة الثانية. تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها
بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال، العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة. ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة. رابع حاجة وآخر حاجة معانا، المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويا لقضاء حاجات شخصية المخدوم أو ذويه، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل. وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند الثالث. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر بحد أقصى 15% زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون في 30/6 القادم بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في صاحبة السعادة. ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس. وحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته. وتم تصوير المقابلة في ديسمبر الماضي قبل توجه صلاح إلى الكاميرون رفقة الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. وتمحورت المقابلة في أغلبها عن حياة صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية، والحديث عن أسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية. المصدر معانا كان من بعض الوكالات زي المصر اليوم ودي ام سي تي في وفي الفن دوت كوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. خبر آخر وأخير معانا، والتعليم تعلن نبأ هام بشأن رفع الغياب في المدارس، ونشرت أنباء على السوشيال ميديا. الأنباء دي بتفيد برفع الغياب عن طلاب المدارس. عاوزين نعرف هل الكلام ده حقيقي ولا أي كلام؟ أعلنت الإدارة التعليمية اليوم عن تفعيل خاصية جديدة على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن من خلالها لمديري المدارس ومسؤولي شؤون الطلاب ومسؤولي المعلومات بالمدارس تسجيل غياب طلاب المدارس. الإدارة التعليمية قالت إن الخاصية الجديدة بتهدف لتسجيل عدد أيام غياب الطلاب أسبوعياً على موقع وزارة التربية والتعليم. المصدر معانا كان من الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.